برانديفو اليوم مشاهدينا وضمن جولتنا على أبرز الأحداث الاجتماعية راح نضوي على عمشيت كلاسيك كارز باريد، عرض للسيارات القديمة تم امبارح بعمشيت الجميلة بأجواء كلها تسلية وترفيه. تفاصيل أكثر حول هالحدث مع ضيفنا أحد منظمي هالحدث سيد جو يونان. أهلا وسهلا فيك جو. أهلا وسهلا فيك. ثانك يو. امبارح 21 أيلول كان اليوم العالمي للسلام وكمان نهاية موسم الصيف، وعمشيت احتفلت بهالمناسبتين على طريقتها الخاصة مع العمشيت كلاسيك كارز باريد. بالماضي جو كنتوا تقدموا كارنفال. أيوة. قريب لهالمناسبة 100%. بالزمان يعني من حوالي 30-40 سنة كنا نعمل كارنفال كل سنة بنهاية الصيف، بقى السنة حبينا شوي نغير لأنه قلنا فترة انقطعنا عن الكارنفال بتعرفي بسبب نعم. الأحداث بقى، وكانت الفكرة بلشت من ديفيلي للسيارات القديمة على أساس أنه بالمنطقة وخاصة بعمشيت في كم حدا عنده سيارات قديمين، والفكرة مورا السيارة القديمة كل واحد منا بحبها بيخبر عنها، بس هي سيارة مخباية صح. بقى حبينا نظهرهم على الشمس مخباية وإلى قيمة كبيرة لصاحبها، ثروة وكنز بنفس الوقت. وبتعرفي فيها شغف لإله، بتذكر قصص قديمة نعم. أو يمكن أمه وبيه تجوزوا فيها، أو هذه كانت لجده، أو كان يعني إلا رمزية كبيرة. إلا رمزية كبيرة. فحبينا بدل ما نعمل بدل ما يضلوا بالديبويت أو بالجراج أو بمحل معين نطلعهم على الشمس، نمرقهم بالضيعة، نمشي من النادي على الكورنيش الجنرال ميشيل سليمان، وعملنا اكيد حركه حلوه كانت امبارحه بالضبط. يعني اجمالا بينتبهوا لبرايفت كولكشنز السيارات. أيوة. يعني اصحاب اشخاص اللي بحبوا يجمعوا مالكين هالسيارات. كان صعب تقنعهم جو انه يشاركوا بهالحدث؟ بتعرفي بلشت الفكره مش من زمان، من حوالي 3 أسابيع. وقت رحت لعندهم بالبدايه كل واحد قال لي هالسياره خاف عليها، تنخمش اول شيء لسنتين بالجراج و مش تطلعها، بدها نعم. دوليبه منفسين، بدها بطاريه، بدها يعني بدها شغل قبل ما شغل. تنعرض بقى انعناهم مع الوقت وريلي كان في حوالي 50 سياره موجودين بهالصاله. ما توقعت هالعدد الكبير من السيارات انا شيء. كلهم من عمشيت جو؟ عمشيت والمنطقه. عمشيت والمنطقه بس الاكثريه من عمشيت، نحن حبينا نعملها عمشيتية مثل ما نعم. بيقولوا بالأول. نعم، عم ناخذ فكرة عن هالحدث امبارح، أنا أصلاً وصلتني صور مباشرة من الحدث وبالفعل الأجواء كانت رائعة، كل أهالي العمشيت تصففوا أمام بيوتهم وحطوا كراسي، واللي نزل على الساحة واللي نزل على الكورنيش حتى يشارك أو يشاهد هالحدث. هون فكرة عن السيارات. كيف بتتراوح اعمار السيارات موديلات السيارات جو؟ يعني احنا اخذنا مثل بنش مارك وصلنا لل 50 سنه وطلوع، يعني اي سياره تحت ال 50 ما اخذناها، اخذنا من ال 50، اعتبرنا السياره اللي عمرها 50 سنه يعني كولكشن كار. حلو. يس. هلا احنا بلشنا العرض الساعه 5 من نادي عمشيت. نعم، انطلاقه كانت من نادي عمشيت. من نادي عمشيت. وباتجاه الساحه. باتجاه ساحه الضيعه يلي هي لها رمزيه معينه. وبالساحة كان في استقبال من الأهالي ومن المارياتشي وفرقة مارياتشي. ايه كان في المارياتشي كانوا عم بيدقوا وعم يعملوا جو كتير حلو وتجمعوا أهالي الضيعة كلهم بالساحة. رجعنا كملنا مشوارنا على مفرق عمشيت وانطلقنا بتعرفي كورنيش العماد ميشيل سليمان، بلشنا من أول كورنيش مشيت المارياتشي مارشينج باند بالأول ومشوا السيارات وراها. هلا كان في شغلة بين السيارات والمارشينج باند، كان في الهارليز. اه شو حلو، كمان مشاركه كان في مشاركه للهارليز درجات. يعني كنا نحن على اساس حكينا مع 8 من الشباب بقى اجى حوالي 20 دراج كمان من عمشيت والمنطقه؟ لا بتعرفي الكلوب الهارلي من كل لبنان، من كل المناطق اللبنانيه. كان في كم حدا من اصحاب الهارليات من المنطقه بس جمعوا بعضهم حبوا يشاركوا بهالحدث. هذه لقطات من كورنيش البحر مع أيوة. الباند والناس كمان. تم انتخاب 4 سيارات جو بهالحدث. هلا أيوة. احنا من بعد ما قطعنا تقريبا نص الكورنيش وصلنا لمحل في تماثيل حطيتهم بلديه عمشيت. بدي اقول لك شغله انه كان هالاحتفال هذا او هالاستعراض بتعاون كلي من نعم. نادي عمشيت مع البلدية. ومع بلديه عمشيت. هونيك صار في انتخاب ل4 سيارات واخذنا كاتيجوري معينه، ما حبينا نقول اول ثاني ثالث او رابع، ولكن كل وحده تميزت بصفات معينه. كل وحده تميزت بصفه معينه. الاولى هي اوريجينال كار. اوريجينال كار. اوريجينال كار يعني شو؟ يعني السياره اللي بعدها مثل ما بيقولوا على كيانها، يعني اوريجينال بعدها. ما احتاجت ترميم كثير. ما تغيرت كثير، ما تعدلت بعدها. نعم.
الا ولا رمزيه معينه يعني بالكوليكسيونير بيعرف هالشيء. ويل ريستورد كار، سياره اللي ترممت بشكل كثير جيد. يس، يلي هي سياره يمكن وصلت لمرحله كانت صارت مثل ما بيقولوا تعبانه. نعم. مع الوقت نعملها ريستوريشن ورجعت لحاله كثير جيده. الهيستوريكال كار، هيستوريكال كار بنعتبرهم سيارات يلي لهم رمزيه معينه، مثلا مثل كيف في عندنا سياره اللي مثل سيارتي اللي تقوص فيها جون كينيدي. يعني هاي السياره لها رمزيه معينه. في سيارات كانت ل يعني نفس السياره تقريبا كانت موجوده عند احدى الملوك او احدى الامراء، لها رمزيه معينه بمحل معين. وكان في كونفرتبلز كمان مشاركين. يس، كان في كونفرتبلز وسبورتس كار. هول يحصلوا على جوائز تقديريه، جوائز رمزيه بس بتعرفي كمان انه كل واحد كوليكسيونير بيطلع على بحب انه يطلع على ستيج مشان يكون مكرم من هالناحيه هيدي. هالمشوار انتهى مع حفل فني. انتهى هالمشوار مع حفل فني، في عندنا بارك كبير على البحر باخر الكورنيش، هون كان في حفل فني مع الفنان جهاد وهبي وفرقته الموسيقيه. نعم، بعرف ان المشوار ابتدى الساعة 5 ولكن ما كان مشوار قصير ابدا جو. لا نحن يعني ما تخيلنا انه حد غابت يعني الشمس واجا وقت العشاء وبعدكم عم تحتفلوا بساحة عمشيط وعلى كورنيش البحر 100%. قد ايه هالحدث يعتبر حدث سياحي بامتياز؟ بالحقيقة هو كان إذا بدك عمل أفراد بالأول وكان في تعاون من النادي والبلدية، بس كان كثير ناجح لانه اول شيء يعني ربنا ساعدنا التأسكر. نعم. منيح، المشوار كان كثير حلو وكان منوع، كان في كذا مفاجاه على الطريق. نعم، والناس رشت رز وزهر على السيارات. اهالي عمشيط لبوا الدعوه اكيد وكلهم كانوا موجودين. كل اهالي عمشيط رشوا رز وزهر على السيارات وعلى الناس الموجوده. ان شاء الله دائما اجواء المناطق اللبنانيه بتكون فرحه مثل ما كانت امبارح بعمشيط. تحيه لك ولكل اهالي عمشيط. بس بدي اقول شغله، حتى كان في مشاركه من صيادين السمك يلي لقونا بالبحر. صح، على المينا. على المينا اللي قربت تخلص. اللي قربت تخلص قريبا. قريبا. نصف البوت بالقليله ونتمتع بالمطاعم والمينا اللي هونيك. شكرا لك جوع، كل سنه رح تعيدوا هالحدث؟ اكيد كل سنه. اهلا وسهلا فيك، ناطرينا كل سنه الجايين الله رد. ميرسي رولا. هيدي مشاهدينا كانت لمحه عن واحد من الايفنتس والنشاطات اللي تمت خلال هالويكند بلبنان، وهلا رح نفرجيكم او نعرض عليكم بانو بيستعرض بقيه النشاطات اللي ممكن تشوفوها اليوم وبالكم يوم الجايين.